تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير عن افتتاح معرض زايد للكتاب في دورته الثامنة، والحقيقي محقق نجاح كبير جدا. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول نكمل حلقتنا مع حضراتكم. الحقيقة احنا بنحتفل دلوقتي بالدورة الثامنة، بافتتاح الدورة الثامنة لمعرض الكتاب. دي ثامن سنة على التوالي بتقيم مؤسسة زايد الإبداع معرض الكتاب في منطقة زايد. السنة دي لأول مرة معانا دولة ضيف شرف عشان نعرف الناس بثقافتها. فمعنا الجمهورية العربية السورية بتعرض الثقافة السورية وبتعمل عروض فنية سورية، وفي دور نشر السورية موجودة وناس كتير موجودين إن شاء الله. السنة دي اختارت اللجنة الأديب الكبير نجيب محفوظ لأنه إنتاجه بيتماشى مع حاجات كتيرة جدا وفئات عمرية كتيرة جدا، فناس كتيرة جدا بتقرأ له، وإحنا عايزين نشجع الشباب إنهم يقروا الأدب العالمي اللي طالع من مصر. والله أنا أول مشاركة ليا كانت من سنتين 2020، كنت عملت مجموعة قصصية بعنوان بدر على قوس قزح، فكانت أول ظهور ليها كان في معرض زايد برضو من سنتين بالظبط. السنة دي ليا إصدار جديد عبارة عن رواية اسمها لعنة الجمال. أولا الصور الأزبكية ما تقدرش تحدد بكم كتاب وكده، احنا بنشتغل في كل المجالات والكتب بتاعتنا كل كتاب بيختلف عن التاني، فبنشتغل في كل حاجة يعني. فأنت زي ما حضرتك شايف أنواع الكتب عندنا كتيرة وكل المجالات. أنا بحب أقرأ كتب مترجمة، وأكتر رواية بحبها الخيميائي. بحب أقرأ الحاجات البسيطة اللي هي بتبقى بتتكلم عن المواضيع الاجتماعية في الحياة يعني. نوعية الكتب مثلا عن الخيال، حاجات زي كده. بحب أقرأ كتب يعني السيرة الذاتية عن حد وكده، وبحب الشخصيات يعني تاريخ، بحب التاريخ يعني. بحب أقرأ عن كتب التاريخ.